إبراهيم والنسيان والصلاة والسلام على المسلم رحمة العالمين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمين. ثم بعد، المرة اللي فاتت كنا إحنا إتكلمنا عن على الإنترلوك بتاع السكينة كيو 1 وكيو 2 اللي هم السكنتين البار، صح كده؟ ده بالنسبة للاين بي، وعرفنا الإنترلوك بتاعهم سواء كان في الأوبننج أو الكلوزنج بيبقى عبارة عن اللي هو في حالة إن أنا بدخل لود لأول مرة، وعبارة عن لود ترانسفير عن طريق الباس كابل. وخدنا إكزامبل على كده اللي هو السكيما اللي إحنا شرحناها، اللي هو السكيما الاولانيه والثانيه، وعرفنا ازاي هو بيحقق فيهم شرط الكونديشن ده. ده اول لوجيك. ثاني لوجيك ان شاء الله هندخل عليه النهارده اللي هو اللاين ديسكونكتر انترلوك. اللاين ديسكونكتر انترلوك اقصد بقى سكينه الخط اللي هي كيو 9. ايه اللي هي الشروط اللي انا احطها عشان افتح او اقفل كيو 9؟ احنا اتفقنا قاعده كده في كل الديسكونكتورز ان هي غالبا ان شاء الله الانترلوكات كلها بتبقى عباره عن في دائره التوصيل او دائره الفصل. تبقى في دايره التوصيل او دايره الفصل، يعني سواء انا هدي بيرميشن تو كلوز او بيرميشن تو اوبن، هي نفس الكونديشن اللي ببص عليها في البيرميشن تو كلوز، هي نفس البيرميشن اللي ببص عليها في البيرميشن تو اوبن. زي عكس بريكر مثلا، بريكر الكلوز والاوبن بتاعه ماله؟ لا، في انترلوكات هنا مختلفه تماما. طيب انا بتكلم عن انه كيو دلوقتي على كيو 9، كيو 9 ده اللي هي سكينه الخط ده. الكونفجريشن احنا شغالين عليه ده بس سنجل بريكر، سواء ده كان في 66 كيلو فولت او 220 كيلو فولت. كيو 9 ده تفكر كده علشان انا اقدر اللوجيك انا رسمه قدامك اهو، ده اللوجيك ببساطه. بعد ما تبص في الوايرنج وتشوف هتلاقي اللوجيك ببساطه كده. يلا اسلام قول لي كده، انا عشان ادي بيرميشن تو كلوز او اوبن الكيو 9 رقم 1 في كيو دوت لازم يبقى مفتوح ولا مقفول؟ ليه؟ نورمال كلوز تعني ان انا واخد ستيتس اوبن ولا كلوز من البريكر؟ وضعه هو في الديب هو مفتوح، صح كده؟ لازم السيركت بريكر يبقى مفتوح، فلما يبقى مفتوح فالريشه دي مكانها تبقى مقفوله، فلما يبقى في بوست فين لما يبقى انا هنا هحرك موتور يبقى الموتور يقدر الاشاره توصل له. معايا محمود؟ هنا ده بوست صح، وانا هنا في برميشن او هرسمها هنا كده، هرسمها هنا كده، هقول لك هنا كده ان انا في هنا اوردر كلوز عايز اقفل الكيو 9 ده، الكيو 9 دي عايز اقفلها، فانا عايز اقفلها، فانا هنا في مين؟ في البرميشن اول اللي انا ادوس عليه. البرميشن ده كده بيوصل في الاخر هنا لمين؟ لموتور، ويخلي الموتور ده تقفل او تفتح، خلاص يحرك الميكانيزم. طيب انا بقى علشان اخلي الموتور ده يوصل للاشاره دي محتاج رقم واحد بعد على مين؟ الكيو دوت. الكيو دوت لما يبقى اوبن يا اما مفتوح، يعني البريكر مفتوح، فهتبقى الاشاره دي لو انا دوست هيبقى في مصطفى هيقدر يوصل له، صح كده؟ طيب بعديها الكيو 8، ها كمل. الكيو 8 سكنت الارضي تبقى مفتوحه ولا مقفوله؟ مفتوح، مش بناء على الرسمه دي لازم تبقى مفتوح. ليه؟ لان احنا قلنا الريفرنس وضع الديب اللي هو الاوبن، فانا لما تبقى دي اوبن هتبقى دي كلوز، نورمال كلوز تو كونتاكت. فانا لما اجي ادي الاوردر يبقى دي مقفوله ودي مقفوله اهي، فاجي لما ادي الموتور يشتغل عادي. اذا الانترلوك بتاع ده لازم يبقى سكينه القاطع اللي قبليها مفتوحه، ولازم تبقى سكينه مين؟ الارض مفتوحه. على فكره الكلام ده لو انا بتكلم في اي اس، لكن لو انا جي اي اس بيبقى في اصلا سكينه هنا ارض وفي سكينه ارض هنا، ففي كونديشن ثانيه بناخدها لو في الجي اي اس. لكن انا بقول انا بشرح بسيمبل كده على مين؟ على اي اس، وانت نفس اللوجيك ده بالظبط لما تبدا تشوف الجي اي اس خلاص. سكينه اللاين بكل بساطه بفتحها او اقفلها، بشوف وضع البريكر عشان دي سكينه، واشوف وضع الارسنج سويتش. ما هي دي اي اصلا ديسكونكتور كده، بشوف وضع البريكر ووضع مين؟ الارسنج سويتش. طب انا لو حطيت هنا مثلا ارسنج سويتش بعد الكيو 1 او الكيو 2 هنا زي في الجي اي اس، اذا لما اجي ادي برميشن تو كلوز الكيو 1 لازم ابص برضه لحاله مين؟ الليرس سويتش دي. خلاص كده يبقى ده السكينه اللي هي كيو 9 ودي سكينه الارض كيو 8. عبد الله فكره، لو انا عايز تيست ده هتفتح ازاي الانترلوك ده؟ هنفتح البريكر ونفتح الكيو 8 ونقفل الايه؟ ونكلوز السكينه، لو كلوز خلاص بعد كده نفتح نقفل البريكر ونسيب كيو 8 مفتوحه تمام. اللي انت بتقوله بكل بساطه ان انت اول حاجه النورمال كونديشن، بسم الله الرحمن الرحيم، في الانترلوكات لازم تبقى مرتب بحيث ان انت ما تتوهش العميل اللي معاك، وفي نفس الوقت انت ما تحسش ان الموضوع بيفتح منك.
اول حاجه تختبرها النورمال كونديشن ان كل الشروط متحققه ان انا اوبن او كلوز الحاله اللي عندي. فانا افتح سكه افتح القاطع اكشوالي افتحه اكشوالي اوبن وافتح سكينه الارضي اكشوالي قصدي ايوه سكينه الارضي. فانا اجي ادي امر كلوز للكيو 9 تقفل ادي امر اوبن تفتح تمام ادي اسقط واحد واحد بقى اسقط الكيو مين كيو دوت اقفل البريكر واجي ادي امر اوبن للسكينه ما تفتحش خلاص كده اجي فتح البريكر واجي قافل مين الكيو 8 اجي ادي امر الاوردر اوبن للسكينه ما تفتحش كده خلاص انا اختبرت ان هم مع الوضعين دول ما تفتحش. اختبر بقى مع نفس الوضعين دول ان هي ما تقفلش فاجي فتح السكين مره سكينه الارض. خلي بالك ان انت لوكات هنا مش بنقول ايه خلاص حياتي بقت انا اتحققت لا انت كل سلكه لوحديها في كلوز بيرميشن وفي اوبننج بيرميشن فانت بتختبر الكلوز بتختبر الاوبن. انت عشان تختبر بس دول انا اقدر احسبها لك بكل بساطه نورمال كونديشن ده واحد اثنين انترلوك يبقى ده اثنين في سكه كلوزنج وسكه اوبننج يبقى اثنين في اثنين باربعه يبقى انت عايز خمس اختبارات عشان تقدر تختبرهم بالظبط بكل بساطه. تاني انا عشان اقول عدد الاختبارات اللي انا اختبرها في حاله زي دي بس كده ان انا دلوقتي عندي نورمال كونديشن دي رقم واحد عند كلوز اوبن مثلا لو انت عايز تفنطهم واحده واحده بقى خلاص بيرما كونديشن اوبن بيرما كونديشن نورمال كونديشن كلوز يبقى كده في اثنين. طيب بعد كده تبقى وضع الاس سويتش نفسها مقفول او قصدي الكونكتور سويتش مقفول وانا ابدا افتحها بقى وسقط الكونديشن الاولاني وسقط الكونديشن الثاني يبقى دول عددهم كام؟ اثنين. واعمل نفس القصه افتحها واحاول ان انا اقفلها وسقط الاثنين يبقى كده كام؟ اثنين اثنين واثنين اربعه اربعه واثنين هناك يبقى كده عندك ست اختبارات عشان اختبرهم. السته دي عشان اختبر دايما الكلوزنج والاوبننج والنورمال كونديشن. لا افرض انا الانت لوك ده اتحط بس في دائره الكلوزنج بتاع الموتور خلاص مثلا فانت مالك بتبقى خلاص انا عايز اعملها في الاوبننج احنا بنعملها نفس الدايره لكن يعني احنا مش دعوه اللي بتعمل على الورق حاجه واللي انت عامله في السكيما حاجه بس اللي انا اختبره ماليش دعوه كده انا ده تشغيل طبيعي ده جهد هبقى انا لا اما طاير سكينه فاهم قصدي لا اما هاي فوتش كومنت معايا هتبوظ خلاص كده هتحتاج على الاقل ان انا صيانه على الاقل ان لم تكن ان هي هتطير اصلا فانت لازم لما بتختبر على الاكشوال مود في كل الاوضاع خلاص احنا بنقول هنا ده نقطتين بس النقطتين دول عشان اختبرهم محتاج ست خطوات عشان اقدر اقول بالكامل ان كده انا خلصت الديسكونكتور سويتش. في حاجه اسمها الانترلوك لوجيك دياجرام او الانترلوك دياجرام او الانترلوك تيبل سيان بقى على حسب اي حاجه ده عباره عن ايه البرميشنز كلها فانت بتعدي على كل واحد وتقعد ايه تقول خلاص انا ده عملته ده عملته ده عملته ده عملته. لكن انت لو ما معكش وانت كده بتفكر يعني انت عايز تعملها كده وانت واقف في السايد فانت بتقول خلاص نورمال كونديشن اثنين انا عندي انترلوك الاولاني والانترلوك الثاني يبقى كده اثنين في سكه الكلوزنج يبقى كده اربعه وانترلوك الاولاني والانترلوك الثاني في سكه الاوبننج يبقى كده اثنين كمان يبقى اربعه واثنين يبقى سته يبقى انا كده عايز ست اختبارات بس خلاص. انا يهمني هنا ان انت مش تقرا سكيما بس يهمني ازاي ان انت مالك تختبرها اكشن تمام كده. اللي بعديها يلا يا عبد الحليم قول لي بقى سكينه الارض ايه الانترلوكات بتاعتها كيو 8 سكينه الخط والسيركت بريكر كيو دوت وكيو 9 اكوردنج للوجيك اللي انا رسمه ده عشان اختبرها محتاج كام اختبار او سته مهمه بقى جدا دي. بص السكينه الارض دي متوصله على لاين هنا صح واللاين ده رابط مع محطه ثانيه
انا مش هعرف امشي كنترول كيبلز ما بين محطه ومحطه يعني، مش كده مش همشي انا كنترول كيبل. فانت ما فيش ايوه. احنا بقى اللي احنا بنعمله ان احنا بنحط بيبقى في في تي، بس الفي تي ده ماله واخد من بعد السكينه. لو الفي تي ده على راس الخط في السي في تي في الجايس، بيبقى الفي تي ده بقى بره هنا. فالفي تي ده لما ببقى بره بدخله انا على اندر فولتج ريلي واقول له الفولت ده اقفلها، فاخد اشاره من اندر فولتج ريلي في ال ال سي سي واحطها معايا في الكونديشن ده. خلاص كده سيان كل الامور دي مع الموقع، التعديلات دي بتظهر لك فانت بتقدر تستوعبها. لكن انا بقول لك لو ده المينيمم اللي انت لازم تحققه خلاص. لكن هتيجي بعد كده هتلاقي بقى في واحد بدا يزود حاجه معينه في الديزاين علشان حاجه معينه. الحاجه اللي بدا يزودها ان هو يقول لك ايه، الارس سويتش بتاعتك ما تقفلهاش لو في جهد. طب اعرف ان في جهد ازاي؟ هات اشاره من الفي تي حطها على اندر فولتج ريلي صغير كده واعمل له سيتنج، بحيث ان انت لما يبقى وضعه قليل ايه تبقى تبدا تعتمد. هتحط السيتنج بتاع اندر فولتج ريلي ده كام؟ حطه على اساس اللي هو لو الوضع لو ديد ترانسميشن لاين هيبقى الجهد الانديوزد اللي عليه كام؟ المستحسن اللي عليه. الخط كده لو انا فصلته من ناحيتين بيبقى عليه جهد نتيجه ان في ترانسميشن لاين جنبيه. فانت بتبدا تحط تقول له بقى ان هو لو قال عن قيمه مثلا 50 فولت 30 فولت 40 فولت ابدا مالك ادي بيرميشن ان انت تكلوز. والقصه دي مشهوره جدا طبعا في الخطوط ال 520. بيبقى عندنا مشاكل دايما في ان وضع الديد نفسه بيبقى جهده عالي، هتلاقي في مشاكل في السنك، مشاكل في ايه، ودي بتتحل مع الوقت هنتعرض لها يعني. لكن الحاجه اللي بيقولها عبد الله فكري بس اللي هو حكايه ان احنا البرميشن ده ممكن تزوده مفيش مشاكل. لكن على كده هيبقى في ست اختبارات اللي هو رقم واحد النورمال اوبن وكلوز، ان انا هفتح البريكر وهفتح الكيو 9 وهدي برميشن اوبن برميشن كلوز هتقفل وتفتح كده. اتنين بعد كده تقفل البريكر. لا ما تعملش الاثنين، شرط واحد يعني. وبعد كده امسك الارسل سويتش اقفلها ما تقفلش، وبعد كده هكذا بقى خلاص. ايه ليه؟ لو انا كيو 9 ده اوبن اللي خلينا نبص هو مش هيفتح طالما مفتوح. ماشي صح. ممكن انا الكيو 9 الكيو 8 اخد حالتها بس من سكينه الخط اللي قريبه ليها وخلاص طالما الارس سويتش. ماشي صح. وبرده سكينه الخط اللي هيفتح لما يفتح. ليه؟ لو انت هات الاوبن كلوز سكينه الاوبن مش هتاخدها في طريق الاوبن، مستحيل اكون حاطط سكينه الخط في وانا حاطط اصلا الاس. عشان ما تجيب تشيل ماشي ماشي عادي. لا عادي عادي يعني في الاوبن عادي مفيش مشاكل. انا اكتر في الكلوز. القصه بتاعت الاس سويتش والقصه دي كلها احيانا دايره الموتور بيبقى فيه كويل. هوريها لك في السكيما دلوقتي. هوريك حاجه كده في السكيما صغيره. السكيما اهي احيانا بتبقى الديسكونكتور نفسها سويتش او الارس سويتش. طبعا لازم طبعا الارس سويتش هنا تبقى موتورايز يعني مش هاند. اكيد لو هاند بص انت لو كده احنا بنتكلم ده فيها في البرجوري فاهم. لازم تبقى موتورايز. الارس بص بيبقى فيه كويل هنا كده. الكويل ده كده لما بيجي له اشاره بيقفل، لما يتمنع عليه الاشاره بتفتح. فاحيانا الكلوزنج والاوبننج الاثنين بيبقى انا مجبر احط نفس الانترلوكات عليهم نتيجه ان الارس سويتش دي مثلا جي بي بي ديسكونكتر سويتش بتبقى الكلوزنج والاوبننج كويل الاثنين في كي واحد. والكي واحد ده ماله؟ بيبقى انرجايزد عن طريق كي واحد من هنا. فانت كي واحد لما بيبقى جاي له جهد خلاص ادي اشاره على الكلوزنج ادي اشاره على الاوبننج عادي بيقفل ويفتح. لكن لو الكي واحد ده مش انرجايزد فانا لا كي واحد ايه ولا كي اتنين ايه بيفتح. طبعا ممكن تبقى في حاله ثانيه نقول لك ايه خلاص خلي كي واحد ده طول عمره انرجايزد وابدا احط البرميشن بتاع الكلوز لوحده والاوبن لوحده. ماشي صح.